أعزائنا طلاب الصف الثالث المهني الصناعي في الاختصاصات الميكانيكية. نرحب بكم أجمل ترحيب ونقدم لكم اليوم درساً في الرسم الهندسي. عنوان درس اليوم: كيفية إعداد المساقط التنفيذية لدليل التثقيب. إعداد الرسوم التنفيذية لأجزاء دليل تثقيب. الأهداف الأدائية للتمرين. نأمل في نهاية هذا الدرس أن يصبح جميع الطلاب قادرين على إنجاز الرسوم التنفيذية لأجزاء دليل تثقيب بعد تفكيكها مع وضع الأبعاد ورموز التشغيل عليها. معايير الأداء. ويقصد بمعايير الأداء هي العناصر التي سوف نقيس عليها عمل الطالب. ومنها: تحديد حدود كل مسقط لكل قطعة، توزيع مساقط القطع على ورقة الرسم، رسم المساقط اللازمة لجميع القطع من أجل تصنيعها، وضع الأبعاد على المساقط، وضع رموز التشغيل، وضع رموز تجاوزات الشكل والموضع، وأخيراً حساب الازدواجات للقطع المتداخله ووضع قيم هذه الازدواجات على الابعاد، لننظر الى الشكل الذي يبين المسقطين الرأسي والجانبي لدليل تثقيب والذي يستخدم او يستخدم لثقب مشغولات بإنتاج كمي متكرر، إذا الصورة تبين المسقط الأمامي والمسقط الجانبي لجهاز يدعى دليل تثقيب قطع ميكانيكية معينة. في الفيديو الذي يظهر على الشاشة نرى دليل التثقيب وهو مجمع الأجزاء. والمطلوب التعرف على أشكال الأجزاء. أي هو فيلم توضيحي يساعد الأعزاء الطلاب على فهم توافقية القطع مع بعضها البعض إذا هنا مرحلة التفكيك وسنرى أيضا عملية التجميع الجلبة الفك المتحرك الرنديلة المحور الملولب ثم ذراع التدوير الأجزاء المكونة لدليل التثقيب إذا الجدول الذي يظهر على الشاشة يبين جميع المعلومات المتعلقة بزاء المكونة لدليل التثقيب هذا. واحد القاعدة حديد صب الفك المتحرك رقم اثنين مصنع من الفولاذ استي خمسين رقم ثلاثة جلبة أيضا من الفولاذ رقم أربعة لولب التثبيت خمسة الرنديلة واخيرا زراع تدوير اسطواني الشكل اذا الجزء رقم واحد محاط بخط ملون ضمن الرسم التجميعي ايضا القطعه رقم اثنين نراها في الرسم التجميعي القطعه رقم ثلاثه الجلبه العلويه والتي تستخدم لتمرير اداه الثقب القطعه رقم اربعه لولب التدوير والذي يحوي في راسه ثقب لادخال الجزء رقم سته الرنديلا رقم خمسه واخيرا ذراع التدوير والمصنع كما علمنا من الجدول من حديد طري او فولاذ طري المطلوب في هذا الدرس العملي إعداد الرسوم التنفيذية لبعض أجزاء دليل التثقيب بمقياس رسم واحد إلى واحد وفق الآتي: القطعة رقم واحد المطلوب رسم مسقط أمامي كامل ومسقط جانبي كامل، القطعة رقم اثنين مسقط أمامي قطاع كامل ومسقط جانبي كامل. القطعه رقم ثلاثه مسقط امامي قطاع كامل فقط واخيرا القطعه رقم اربعه مطلوب رسم مسقط افقي كامل بدون قطع الخطوات والنقاط الحاكمه مع الرسم دراسة وظيفة كل جزء على حدة وموقعه في التجميع من حيث الأبعاد العامة والتفاصيل الداخلية والخارجية والتجاوزات وعلامات التشغيل. هنا نثبت ورقة رسم قياس A4 بالأبعاد 210 مم mm في العرض و297 ملم في الطول على لوحة الرسم الخشبية كما هو مبين في الصورة وهنا لا بد لنا أن نذكر أحبائنا الطلاب بأننا يجب أن نثبت ورقة الرسم أقرب ما يمكن إلى الحافة اليسرى حيث توضع المسطرة حرف في هذا الشكل مع لصق زوايا ورقة الرسم، كما هو معلوم وكما هو متبع من الصف الأول الثانوي. في هذه المرحلة نحدد موقعي مسقطي الجزء رقم واحد في ورقة الرسم A4. بعد أن علمنا من الرسم التجميعي بأن طول المستطيل الذي سيتضمن المسقط الأمامي للجزء رقم واحد يكون عرضه 100 ملم وارتفاعه 200 ملم، وفي المسقط الجانبي يكون العرض أو العمق 90 ملم، وكما نعلم بأن لوحة الرسم معلومة الطول والعرض، في هذه الحالة نحسب الفراغات كما تعلمنا في دروس سابقة الفراغات الواقعة بين المساقط بطرح مئة وتسعين من طول اللوحة مئتين وسبعة وتسعين ونقسم على ثلاثة فراغات فنحصل على المسافة خمسة وثلاثين بين المسقطين وحواف لوحة أو ورقة الرسم أما في الجهة الأخرى نقوم بطرح 200 مم الذي هو عبارة عن ارتفاع المسقط الأمامي من ارتفاع أو عرض ورقة الرسم 210 مم، والمتبقي يقسم على فراغين فنحصل على البعد خمسة مم من الأعلى وخمسة مم في الأسفل. الآن نقوم برسم المسقط الأمامي للقاعدة رقم واحد، ونرى على الشاشة الجهاز مجمع المسقط الأمامي لجميع القطع المكونة لدليل التثقيب، والمطلوب فقط رسم المسقط الأمامي للقاعدة رقم واحد، وهنا يجب حذف الأجزاء الأخرى، فنقوم بحذف القطعة الموجودة في الأعلى الجلبة، وأيضًا. ذراع التدوير والمحور وجميع القطع المجاوره للقطعه رقم واحد، نرسم المسقط الجانبي للقاعده رقم واحد بنفس الطريقه، اذا الشكل يبين المسقط الجانبي لجميع اجزاء دليل التثقيب، وهنا المطلوب رسم المسقط الجانبي للقطعه رقم واحد فقط فنقوم بحذف بقيه الاجزاء المجاوره وفي هذه المرحله نقوم بتعليم الخطوط ووضع الابعاد ورموز التشغيل كما نعلم من الدروس السابقه بان الرسم في البدايه يكون بخطوط رفيعه في المرحلة الأخيرة نقوم بتعليم الخطوط الحقيقية وتوضيح أيضاً الخطوط الوهمية كما هو واضح لدينا في الصورة، ثم نقوم بوضع الأبعاد ورموز التشغيل على المسقطين معاً، وهنا نلاحظ رموز التشغيل والذي يعبر عنها بعمق القطع بعمق الخشونه هنا رموز تجاوزات الشكل هنا يظهر لدينا رموز تشغيل ايضا بازاله الرايش او البراده والابعاد الوظيفيه الهامه من أجل رسم بقية مساقط الأجزاء الأخرى علينا استخدام ورقة رسم ثانية بقياس A4 مثبتة على لوحة الرسم كما يبدو في الصورة بنفس الطريقة، في هذه المرحلة إذاً هنا نقوم بتأمين ثلاث مساحات لرسم مساقط بقيه الاجزاء الاخرى فنقوم بتقسيم اللوحه بخط شاقولي كما هو واضح المسافه على اليسار 165 ملم ونرسم في الجزء الايمن خط افقي يقسم المساحه الى جزئين بارتفاع 100 ملم للجزء العلوي وهنا نقوم بتحديد مواقع مساقط الاجزاء رقم 2 ثلاثة و بنفس الطريقه التي تعلمناها في المراحل السابقه اذا بعد ان علمنا ابعاد المسقط الامامي والمسقط الجانبي للقطعه رقم 2 يمكن حساب ابعاد المسافات الفاصله افقيا وشاقوليا بالطريقة التي تعلمناها، وكذلك الامر بالنسبة للمسقط الامامي للقطعة رقم ثلاثة، وايضا المسقط الافقي للقطعة رقم أربعة، نرسم مسقطي الفك المتحرك للقطعة رقم اثنين، إذا هنا يجب رسم المسقط الأمامي وفي هذه المنطقة نرسم المسقط الجانبي بالنسبة للقطعة رقم اثنين. أما هنا فنرسم المسقط الأمامي قطاع كامل والمسقط الجانبي للفك المتحرك أي للقطعة رقم اثنين. إذا هنا يجب أن نبحث عن القطعة رقم اثنين من الرسم التجميعي. إذا هذه هي القطعة رقم اثنين. فعلينا حذف جميع المساقط أو الخطوط الأخرى لتبقى القطعة أو مسقط القطعة رقم اثنين قطاع كامل، وكذلك الأمر بالنسبة للمسقط الجانبي للفك المتحرك أي القطعة رقم اثنين، الرسم يبين جميع الأجزاء المكونة لدليل التثقيب هذا. والمطلوب فقط رسم المسقط الجانبي للفك المتحرك أي القطعة رقم اثنين. وهنا لا بد لنا أن نشير بأن هناك خط يعبر عن مستوى القطع في المسقط الأمامي ويوضع له الرمز A, -A باللاتيني. ثم نقوم بتعليم الخطوط الحقيقية ووضع الابعاد ورموز التشغيل على مسقطي الفك المتحرك القطعة رقم اثنين، كما يبدو في الصورة، إذا هناك رموز تشغيل وأبعاد وظيفية هامة. هنا نرسم المسقط الأمامي للقطعة رقم ثلاثة في هذه المنطقة إذا المسقط الأمامي للقطاع كامل للقطعة رقم ثلاثة تظهر الصورة المسقط الأمامي مقطوع قطاع جزئي في منطقتين لكامل أجزاء دليل التثقيب والمطلوب رسم المسقط الامامي قطاع كامل للقطعه رقم ثلاثه ثم نقوم بتعليم الخطوط ووضع الابعاد على المسقط الامامي قطاع كامل للقطعه رقم ثلاثه اي الجلبه التي تركب في الاعلى كدليل لريشه الثقب هنا في هذه المرحلة نرسم المسقط الأفقي للمحور رقم أربعة في هذه المنطقة طبعا بعد حساب الفواصل التي تفصله عن حواف حدود ورقة الرسم باعتبار أن طول المسقط الأفقي 88 ملم وارتفاعه 32 مم، وبالتالي بنفس الطريقة التي اتبعت في التمارين السابقة، فإننا نحسب هذه المسافات لتكون 25 مم على اليمين واليسار، و35 مم في الأعلى وفي الأسفل. إذا هنا المطلوب رسم المسقط الأفقي للقطعة رقم أربعة، وكما يبدو في الرسم التجميعي بأن القطعة رقم أربعة تظهر في المسقط الرأسي أو الأمامي، أي أن محور الثقب هو شاقولي في هذه الوضعية، نقوم بتجريد القطعة رقم أربعة. والتي تظهر بمسقطها الأمامي والمطلوب رسم المسقط الأفقي بتدوير القطعة 90 درجة حول محورها نحصل على المسقط الأفقي لمحور الربط أي القطعة رقم أربعة كما يظهر على الشاشة ثم نقوم بتعليم الخطوط الحقيقية ووضع الأبعاد على المسقط الأفقي لهذه القطعة وهنا لا بد أن نذكر بأن الرمز الموجود على يمين الرسم يعبر عن اللولبة الموجودة في نهاية هذا الجزء M20 ضرب واحد ونص اي ان قيمة القطر الخارجي هي 20 ملم وقيمة الخطوة هي واحد ونص ملم. وفي النهاية نكون قد انجزنا المساقط اللازمة اي المساقط التنفيذية والتي ستذهب الى الورشة ليد المهني ليقوم بتصنيعها في الورشة في ورشة تشغيل المعادن. اذا المساقط هي للقطع رقم اثنين وثلاثة وأربعة إذا للقطعة رقم اثنين مسقط أمامي قطاع كامل ومسقط جانبي بدون قطع للقطعة رقم ثلاثة مسقط أمامي قطاع كامل أما بالنسبة للقطعة رقم أربعة فنكون قد رسمنا المسقط الأفقي بدون قطع أعزائنا الطلاب نأمل أن تكونوا قد أفدتم من درس اليوم ونرجو منكم أن تنفذوا ما قد تعلمتموه في هذا الدرس وحتى نلتقيكم في دروس قادمة نتمنى لكم كل النجاح والتوفيق.